ضيفنا إعلامي له أسلوب خاص في إدارة حواراته، ولا مقدمة تكون خاصة أيضا وتحقق نسبة مشاهدة أعلى ممكن من الحلقة نفسها. يقول ضيفنا إذا فيكم أحد في سكر إن شاء الله يهبط السكر مع المقدمة، وإذا في ضغط إن شاء الله هم ينزل الضغط إذا تابعتوا مقدمة الحلقة. إحنا نقول له إن شاء الله يكون اليوم صدرك وسيع وتوسع صدرك. وخلال أسئلتنا اليوم نوحب أكيد بالإعلامي العزيز جعفر محمد وأنور، حياك الله وكل عام وأنت بخير. الله يسلمك كل عام وأنت بخير. وأنا يعني متابعكم من قبل لا أطلع معكم كضيف، متابع البرنامج تقريبا في أغلب حلقاته. يعني أنا هني نفسي لأن تلفزيون بلدي في البداية، وهنيكم كذلك في هذا الجانب يعني على نجاحكم. يعني لولو العسلاوي تجربة أنا حتى أشد فيها في برنامجي في جزئية الاستعانة بهم، ما يسمى يعني يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا. شكرا. قالوا إن ما يصير، لكن أنا أشوف إن أنت نجحتي كذلك. يعني شكرا والله، عبد الله نجح فيها ما قصرت، وأنا سعيد في إني أطلع على تلفزيون بلدي. يعني إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا، ونقول لك تقبل لطاعتك. برنامجك اللي يلاقى صدى واسع. نعم. وسع صدرك. يمكن قابلناك قبل الهواء ودردشنا، صدرك وايد وسع، لكن يقال إن صدرك ضيق. والله الانتقادات يقول إنه ضيق. والله أنا أوسع صدور خلق الله. نعم. علشان شذي عادة يعني حتى في المقدمة أنا أقول لهم أنا بوسع صدوركم مو صدري. نعم. ساعات ألجأ إلى يعني أني أوسع صدري على حساب صدور المشاهدين، فأطرح قضية ضايقهم بس تريحني لدرجة تنزل الضغط وتغير السكر وكل شيء حق المشاهدين والمواطنين، وأستمتع بهالشيء. نعم. يمكن يعني أنا ما شاء الله نشاطك على طول يعني فترة زمنية الإعلامية إلا بشهر رمضان شوي في كسل وتغيب عن الشاشة، شنو السبب؟ والله يعني شوف، في فيديو انشر اعتقد المدون بنواف. نعم. وهو يعتقد يعني خير من يسوق لكم في تلفزيون الكويت، وهذا شيء جيد، انا اشوفه شيء جيد وان كان في جانب سلبي. في فيديو انتشر حق الشيخ دعيل خليفة، ورجل اعلامي بارز. نعم. تكلم قال انا ما داوم 23 سنة. هو مش دفاعا عن ابو خليفة، لكن هو قال ما داوم في رمضان. انا من توظفت في سنة 87 لليوم ما داومت في رمضان. في رمضان أنا إجازة. نعم. أطفي شغلي كله. حتى الإعداد قاعد يقولون هم يكلمونك قبل الفطور يدقون عليك ماكم إجازة مغلق. ما حاكي أحد حتى في البيت، ما حد حاكيني قبل الفطور يعني. لو يوم نقول لهم يطفي جهازه أنت قلت أطفي الدنيا كلها. إيه نعم. ليش؟ لولو حياة رمضان مختلفة بالنسبة لي أنا. إيش معنى قبل الفطور بس؟ لأن 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 يعني احتياجنا ديناميكية الجسد مختلفة، الفكر خاصة. إحنا يعني أنا ما شجع الناس، لكن إحنا ناس عندنا عادات قد تكون سيئة مثل التدخين، مثل شرب القهوة، هذه ما نغوى على الحياة بدونها، فنحاول نبرمج حالنا فنحاش في رمضان عشان لا زعل الناس. أشوا عائلتنا دقوا عليك جهازك مغلق بس نورتنا اليوم بغبقتي الحمراء. أتشرف أتشرف. نعم. يقال أبو أنور أن دائما الإعلامي جعفر محمد يقسو شوي في استضافة أي يعني شخص يكون معاك خلال الحلقة في الأسئلة، تكون قاسي وايد لدرجة أن أنت تؤمن بتكتيك معين أو استراتيجية أن أنا أستفز الضيف عشان أطلع أحسن ما فيه. شوف، هو اتهام سليم 100% في محله. انت تقول تكتيك عبد الله، ان البشريه من 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 سيدنا ادم عليه السلام تكاثر البشريه يعتمد يعني بالجانب في علم الاجتماع ان الناس تحب الغوي، تحب الغوي. احنا في الافلام اللي نتابعها احنا نحب البطل، ما نحب الضحيه او المجرم، احنا نحب البطل حتى لو كان مجرم. فالاعلام الكويتي نفتقد لهذا النوع في وزاره الاعلام، ما تقدر يعني في ضوابط. في بعض القنوات الخاصه حاولوا يمثلون هذا الدور، انا ما امثل هذا الدور، هذه طبيعتي. بس قصدك تكون بطل على الضيوف نفسهم؟ لا لا، انا يعني عنيف حتى في حواري، حتى مع المراه. انا سالت يعني اسال ضيفاتي كم وزنك؟ يعني يقول حتى اليوم ضعفان ما شاء الله ابو انور، يمكن شهر رمضان والصيام. لا والله صار لي 3 أشهر شارقاري. اي نعم. فقطيت 13 كيلو تقريبا ما شاء الله. فانا قاسي، انا قاسي. نعم انا اعترف فيها. يعني هذا انت وكل قبل كل سؤال تقولون يقال، من اللي قال لكم؟ عندنا هنا قسم خاص بالاعداد وعندنا الاسئله هذه ونشوفها على الشاشه من خلال برامجك المميزه. اكيد انا راح اكون صريح معاكم حتى لو سالتوني عن قاسم عبد القادر. عبد الله حطك بقفص الاتهام، يمكن تقمص شخصيته بليالي الكويت وقفص الاتهام مع عبد الله. لكن احنا نعرف ان لك معلومات سريه جدا، لكن ما تفصح عنها.
نبي نعرف السبب. والله مو سرية. معلوماتك يعني اللي قاعد تقولها ما تفصح عنها. أنا أخسر كثير من مصادري بسبب مش تسرعي، بسبب إني أنا على الهواء أقول كل شيء. خاف من المساءلة؟ لا. لا ما خاف، بس إنه تتجنبها. إيه، لأن المعلومات اللي توصلنا يعني إحنا في الإعلام نشتغل، أنتم معاي. صحيح. مهنة خطيرة جدا، يعني مهنة توازي العمل الاستخباراتي، أجهزة أمن الدولة. صحيح. خاصة إذا كنت في الشق السياسي، يعني تتغادفك أمواج الأحزاب السياسية، صاحب النفوذ الاقتصادي، فتيك المعلومة فتضطر تقولها بدون ما تحط المصدر، يعني إن راح عليك المصدر راحت المعلومة. بس مبتعد عن الإعلاميين زملائك ربعك اللي بالديوانية هم ما تنتقدهم يقولون؟ ما أنتقدهم. إي ليش؟ شوف اللي اقدر اوصل البيت او ادق عليه تليفون وانتقده انتقده، ما انتقده في على الهواء بحكم الصداقه والقربه، بحكم الصداقه والعلاقه. لكن اذا واحد فيهم شخصيه عامه ما ارحمه، لا يمكن. نعم. بس ايضا يعني يقولون ان الاعلامي جعفر محمد اثناء الحلقه ممكن يطرح موضوع قدام المشاهد ويتكلم عن قضيه معينه، لكن اذا بعد الهواء سالته عن نفس القضيه يلف ويدور ويعطيك موضوع ثاني مبطن يكون. اعطيك 10 اراء مثل ما صار معنا قبل شويه. لا يعني فعلا احنا كنا نشوف من خلال الشاشه شخصيه، لكن لما قعدنا معك قبل الهواء لا بالعكس شخصيه يعني اقدر اقول مثقفه جدا، تقرا كتب وايد. اقرا كتب كثير. هي في جزئيه انه الآراء المختلفة، ليش الآراء المختلفة؟ أنا بعض الأحيان في الاستديو أمثل ضمير الغائب، أني أتبنى قضية مو قضيتي فأطرحها بوجهة نظر الآخر الغائب اللي ما له صوت في الإعلام، بس لما تسألني عن رأيي فيها أبدي رأيي بشكل مخالف فيها. نعم. بس أنا أقدم حق الجمهور مو ما يعجبهم، اللي يعورهم. أنا يعني أنا الناس أعتقد الناس تحبني أو ألفت جعفر محمد لأنه يقول لهم اللي الصج، توسع صدورهم، إني أحط إيدي على الجرح ما ألف وأدور. بس إيش كذا زعلت وأنا من هالصج وايد ناس ومعارف كانوا لك والأصدقاء ممكن اليوم أنت زعلتهم. خسرت إخوان، يعني إخوان وأهل وربع وعزوة خسرتهم، بس هم الخسرانين مو أنا. تشوف موازنة بالموضوع، تشوف إن الموضوع يستاهل؟ إيه، لأني ما أقدر أجامل بطبيعتي بشخصيتي. هذه شخصيتي، ما أعرف أجامل، يعني ما أعرف أجامل، هذا عور أقول عور، ما أعرف أقول والله شنا عينه فيه شيء عور، هذا هذا قصير، هذا طويل، هذا نمام، هذا حتشاي، علشان كذي مقبول عند الناس ومكروه من الناس كثيرين. حلو. يمكن قبل شوي تكلمت عن الثقافة وإنش كذا أنت مطلع وتقرأ ما شاء الله، لكن لو تناقش القضايا المحلية أثناء يعني داخل برامجك الفنية دائما تكون يعني ما أبي أقول بلا ثقافة لكن بسيطة جدا، عامي تكون، ويمكن الإجابة عندك، ما أبي أقول توصل حق الشعب أو تكلم الكل، شنو السر فيها؟ أنا الحين أقول لكم اثنينكم بيت شعر حق المتنبي. أوكي. يقول فيه: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الله. وايدين راح يقول لك يعني يبحث ونس، بس أنا أطلع ما أقول حق الجمهور هذا الشيء. عندي هذه ثقافة المتنبي وقراءتي وحفظي لي تقريبا أكثر من 50,000 بيت من الشعر. نعم. لكن أطلع أقول لهم فهد بروسلي يقول كذي. إيه. أنا أبسط حق الناس، مو لأن أهما بسيطين، لأن إحنا في زمن سرعة. إيه. عندي الغدرة قلت لك أقول الكتب اللي حفظتها كلها أقولها. حارش وارش يصير. بس سر الحياة في بساطتها. شفافية بينك وبين المشاهد، تحاول تدخل حق المشاهد. أنا قاعد أحاكي أم العودة، أبوي العود، أخوي، ولدي الصغير، فأكون خاصة لما أنرف، يعني مش لما هي أطرح قضية وطنية ما أعرف أحكي لغة عربية. تحتر. حرتك تطلع على الشاشة قاعد نحس فيها إحنا كمشاهدين يمكن. وأنا أقولها يعني على الهواء دائما، بس ثقافتي لي أنا. يعني لي أنا ما أقدر أعكسها حق الناس، الناس تقول تفلسف هذا علينا. ليش بالعكس؟ ما تحس إن ممكن إن تسوي برنامج ثاني تطرح فيه ثقافة أو ممكن تفيد الناس من خلال الكتب اللي قاعد تقراها، ولا متبع هذا الطريق؟ ممكن هذه فكرة يعني، لكن في الصالونات الأدبية، في يعني أنا أكتب مقال يومي في جريدة الشاهد، أكتبه بـ بـ بلغة عربية، بإملاء صحيح، بجمل مترابطة، لكن الحديث مع الناس من القلب للقلب ما أعرف أقول، أقدر أقول اللغة العربية. نعم. بس الناس تبي تحكي كويتي. أكيد. يعني هذا السر يمكن الحب الشعر واللغة العربية. من وين بدأ وياك أبو أنور؟ والله بدأ من مراحل يعني
متقدمة جدا في العمر، يمكن 7-8 سنين ما شاء الله بديت أسمع الشعر، أحفظ الشعر في المدرسة، يعلمونا هذا الشيء مدرسين الفلسطينيين. نعم. أستاذ سعدي كان يعني يقود ثورة ذيك الفترة في أنه لازم نتعلم اللغة العربية في صرفها في النحو. نعم. فهذا طورنا، وأنا يعني قلتها في مكان ثاني وأقولها اليوم، كانوا ربعي يلعبون كرة في المدرسة، أو أنا أروح المكتبة مالت المدرسة، أو أروح المكتبة العامة مالت المنطقة، فكانوا يضحكون علي شو تسوي، أقول لهم أقرأ. نعم. أحب القراءة، أنا قارئ نهم بشكل خطير، يعني أنا في هالشهر 3 كتب قاري ما شاء الله. شنو أحب أقرأ؟ أهم 3 كتب قريتها، دام أنت معانا اليوم قبقة الحمرة، خلينا نفيد المشاهدين من الثقافة اللي عندك. أنا طبعا يعني أنتمي لمدرسة في الدين، هي أساسا بدأت في القراءة في 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 السيرة. كتاب علمني كل شيء هو القرآن، لأن لا يمكن أن تحسن قراءة أي كتاب ما لم تبدأ في القرآن. صحيح. لأنه يعلمك شلون تحكي اللغة العربية، شلون تستوعب. قرأت كتاب للأديب اللبناني جورج جرداق، وهو موسوعة هي يعني مجلد من 5 أجزاء. نعم. علي والمرأة، علي وسقراط، علي وعصرة، علي والثورة الفرنسية. هذا كتاب رائع جدا. نعم. يقارن فيه جورج جرداق الثقافات السائدة في صدر الإسلام، ومن ثم ما تلاحق فيها من أيام الفلاسفة أو بالثورة الأخيرة. نعم. في رواية كل ما أطلع في التلفزيون أقول حق الناس تقرأها، وأنت قلت لك إياها يعني قريها، ما أدري قريتيها ولا لا. شنو؟ حق الكاتب غارسيا غونزاليس، اللي هي أنت عيش اللي تحكي. هذه رواية ممكن تأدب فيك، تعلمك شيء، تفتح لك بيبان مسكرة. أنت عيش اللي تحكي. إحنا عايشين ليش؟ إحنا اليوم كلنا مستأنسين، إحنا السوشيال ميديا تواصل، وإحنا مو متواصلين مع اللي قاعد يمنا. صحيح. فهذه الرواية تهذب. نعم. في كتاب عظيم جدا أنا أحبه اسمه الإنسان في مراحله الست. نعم. للعلامة رضا الشهرودي. نعم. هذا يعلمك أنت ليش صبعك يتحرك كذي، ليش تسجد مرتين، ليش تطوف على الكعبة 7 مرات. جميل. هذه الكتب أنا أحبها. هذه الثقافة يعني والاطلاع، ليش ما حاولت تخليه في برنامج تلفزيوني تفيد فيه المشاهد غير طبعا الطعم فيه؟ إحنا فيها الحين التلفزيون موجود وبغبقة الحمرة كشيء مسموح، والكاميرا لك. حول غبقتنا الحمراء لبرنامج ثقافي. ودهم معدينها يسمعون منك شعر. ما يصلح الشعر موجود، بس ما يصلح أن أقدمه في برامجي أنا. أنا طلعت بغالب، غالب اللي مبطل إزراره، وهذا صدق مقشمرة، غالب اللي قاعد على الأرض. فأنا شعبي أكثر من أني أقدم شيء أدبي. في الدكتور يعقوب السبيعي، في يعقوب الغنيم، هذول المفروض يتصدون للعامة، أنا ما أقدر. العفوية منك جدا جميلة. نعم. دام تكلمت وأنا على الانطلاقة وعن البداية، يمكن البداية والانطلاقة شوي كانت أجرأ وأكثر يعني حدة من الحين، شنو السبب؟ يعني ما أدري إذا مسموح لي أقول هالمفردة على تلفزيون الكويت ولا ما أقولها. أنا قلتها أكثر من مكان. أنا ولدت إعلاميا بالفياجرا. نعم. أنا مولود إعلاميا بالفياجرا. نعم. مستنسخ. أنا أعتقد أني أنا ما كنت مؤهل أني أطلع على شاشة التلفزيون، من دوانية ودتشة وضحك، ما يصير طلع لي تلفزيون. أكيد يعني مع احترام للمشاهد على الكلمة، يعني تقصد فيها أن السرعة، يعني السرعة وأنك عفوي وايد. نعم. يمكن يعني. نعم. في الدوافع كانت سريعة جدا. المرحلة اللي عشناها في أن انفتحت الكويت إعلاميا للقطاع الخاص بسرعة، فيلا يبوا الكل، فطلعت مندفع. اليوم تكلمني بعد 9 سنوات لازم اختلف. بتحسف على الاندفاع اللي كان في البداية؟ لا طبيعي، لو مو متعلم، يعني لو مو متعلم في البداية كان ما وصلت هالمرحلة، كان تميت انا ذاك. بس كان لابد اني اكون صغير عشان اكبر، فكنت صغير جدا، يعني حتى في طرحي ما كنت اقول اشياء ما تنقال. يعني انا طلعت في واحد من برامجي كنت ادخن على الهواء، اني بحجة اني ما اقدر اقضي بروحي، يعني ملاحظة من وزارة الإعلام، قلت إن شاء الله. فهذه كلها يعني أشياء خبرة سلبية حولتها إلى إيجابية فيما بعد من خلال ظهوري. أنتوا لو مستضيفيني قبل 9 سنين ما أقدر أسولف كذي. نعم. إيه كان يعني أنا وياكم نخزر. نعم. يمكن إحنا في أجواء هذا الشهر الفضيل وما بقى شيء، إن شاء الله على العيد نقول لك عيدك مبارك مقدما. أيامكم سعيدة. شنو أجواء أكبر رمضان؟ شلون تقضي يومك؟ والله أنا يعني برمضان أكثر أصادق بنتي، يعني لوجين الله يحفظها، أصير صديقها أكثر في رمضان. هي عندها مشروعها الخاص في رمضان، نقدر نقول إعلامية قادمة؟ ما أدري، ممكن ما أدري. ممكن تشوف فيها هالشيء؟ عندها الملكة، عندها الجرأة. نعم. هذا شيء جيد. نعم. عندها كوالدها؟ والله معطيها مطلق لها العنان، يعني كيف هتسلي تسوي اللي تبي. فلوجين عندها مشروعها الخاص، فنطلع أنا معاها العصاري وايد، أنت مش
يعني في المجمعات ولا بقى مدام جوحة؟ هي عندها مثل مشروع خيري يعني تسوي، فأنا أطلع وياها أساعدها يعني غيرها بالمطبخ. أحب المطبخ وايد. معروف يعني أبو أنور ما شاء الله بيتوتي وايد وايد إيه. وعندك أمر عسكري يقولون بالبيت حق أم أنور والعيال، في امر خاص وشفره شي بينكم، شنو الموضوع هذا؟ لا انت جبتها كنا صدق قايل لك امر عسكري، هذه كلمتي انا، هذا امر عسكري ما يعصى او غير قابل للنقاش. انا اعيش اكثر حياتي يعني اكثر يومي في البيت، احب بيتي، احب استمتع في كل جزء فيه. نعم. في ديوانيتي مع عيالي مع البنات فوق اقعد مع منور في اركاننا الخاصه، يعني انا احب بيتي، واعتقد انه يعني لاني شفت هذا الحب عند أبوي الله يرحمه وأمي الله يطول عمرها، فأبي أعكسها حق عيالي. شفت نتائجه علينا إحنا كأخوان 11 شلون كان جيد في التحصيل العلمي، في الانتشار، في تحقيق المكانة الاجتماعية، فأبي هالشيء حق عيالي. فأنا مجاب لبيتي على حساب الديوانية، على حساب السفر، على حساب وايد شغلات، لأنه هو أهم منهم. قلت عيالي عيالي، ما قلت أحفادي، غالية نسيتها كنا. غالية هذه حبيبتي توها يعني 3 أشهر. نعم. بعد ما يبي يعني رمضان الجاي ممكن نسولف فيها. خذت قلبك. يقولون مغلى من الولد إلا ولد الولد. إيش غفت قلبي 100% يعني، بس تجربة جديدة أعيشها ما أعرفها يعني، أول مرة يصير عندي حفيد، فأسأل ربعي اللي عندهم أحفاد يقولون لا تستانس وايد. الله يحفظك. كبروني. الله يحفظك. لا بعدك شباب ولك طولة العمر إن شاء الله. الله يسلمك. أبي أتكلم يعني أبو أنور على الاختلاف، يعني دائما كل ضيف نسأل اختلاف عن قبل وعن رمضان الحين، إحنا بركز شوي على العيد. يعني أنا بعرف بصراحة أنت من أي جيل، يعني لحقت على الجيل اللي كان العيد بعد الصلاة على طول يطيح الغداء ودائما يكون سمك ولازم ويكون هالوقت 8 الصبح بلاليب يسوون محمر محمر. نعم. قليلبة يحطون زولية ونصور نوقف قدامها، ما ادري شنو الحكمة يعني زولية واحنا واقفين. هذا اي سنة احنا لازم نكبر ضيوفنا لازم يعني بالسبعينات كلها بالسبعينات. ايه. انقلب الحوار، انت تسأل ضيفاتك كم عمرهم، الحين انا شوية دخلت عليك بأبسط اقول لك باي سنة. انا عمري 47 سنة. بس انا هذا سؤال، شو الفرق بين اول والحين؟ احنا كان يسعدنا هذا الشيء، اليوم يسعد عيالنا اشياءهم. صحيح. احنا كن اليوم واحد يقول يا اخي العيد ما له لذه، انت كبير ما له لذه 100%. ما انا ابوي الله يرحمه يوم كان بايامي يعني ما كان له لذه العيد بالنسبه لي. صحيح. ف احنا عشنا مرحلتنا. نعم. احنا نفرق جيل اللي انولد من 65 ل 75 ان احنا صدنا الاثنين، صدنا القديم والحديث، وهذا من حسن حظنا. بس ما أشوف في اختلاف، النفس البشرية هي هي. نعم. لا ما زال الأهل يستانس بالعيدية، ما زال هو هو. نعم. بس أدواتهم مختلفة عنا. صح. إحنا زمننا أحلى بالنسبة لنا أحلى. نعم. بس هم بالنسبة لهم زمنهم وايد أفضل. يمكن الحين وايد يسافرون لكن يحرصون على أن العيدية ونعطيهم العيدية حتى بالسفر عشان إيه؟ لا تروح هذه العادة الجميلة ننقلها حق أطفالنا، بالعكس شيء جميل صح. أنا ما أؤمن في هذا الجيل نهائيا يعني. لا. عندي مشكلة معاه ما أؤمن فيه. كيف يعني؟ علي بن ابي طالب يقول لا تخلقوا اولادكم فلقد خلقوا لزمان غير زمان. صحيح ما شاء الله. انا ما فرضت لا على انور ولا على جاسم ولا شيخ ولا لجيل اي شيء الا القيم. نعم. الا القيم، القيم اللي يعني القيم العامه. باجي كيف يسوي اللي تبي انا ايش فيك؟ نعم. ما شاء الله يعني وجهك مشوش ابو انور عكس البرامج يعني او برنامجك اللي دائما تكون في حد. احنا الحين في هالمكان يعني غبقتنا بشكل يومي كنا من غبقه الحمراء، ولك ذكريات لابد في الحمراء والفردوس. كنت تروح الافلام الهنديه كان في دوار جبالهم. ايه. هذا الدوار كانوا يقعدون فيه مجاميع، لازم فيهم واحد كباس عود ومراويس. ايه. ونلبس قحافي اللي مالت الحج اللي 8 ألوان ما ادري ليش قلنا نلبسها، هذه الموضه مالتنا. ما كن ما انا ما استهوت بالسينما وايد لان نعم. الفردوس والحمراء افلام هنديه. نعم. احنا ما لنا بالافلام الهنديه، كانوا يدشون الربع بس احنا نقعد في الدوار نشتري سندويش فلافل من شرف الاولي القديم. اي. ونقعد في الدوار سمرات نسوي كل 4 5. يوسف المطرف كان موجود، جمال طه كان موجود الله يرحمهم، خالد الملا كان يجيب، نيان البذالي، مجموعة يعني. هذا الدوار فنانين طلعوا من بعده. فكنا هذه ذكرياتي مع هذه المنطقة. نعم. بس الحمراء الحالية لا، أنا من عشاق هذا المول أحبه وايد، أي أنا وعيالي يعني هني دائما نحبه. عندنا 3 أماكن نقعد فيها على طول. أجواء جميلة فعلا برمضان، بس ضعفان وايد برمضان ما شاء الله. دايت ولا شنو السر؟ أنا يمكن سؤالي كبنية. والله هو يعني مو سر، أنا قلتها في تلفزيوني. أنا جاتني أزمة منتصف العمر اللي هي الكآبة، راجعت فيها الأطباء. نعم. سويت تشيك أب في الكويت وفي لندن قالوا لي ما فيك شيء. هذه أزمة منتصف العمر أن أنت تبي ترد شاب. إيه.
فمنور صادتني. لا هذا بيض شاب العمر ان شاء الله لك طول العمر. فوفروا لي القاري فامشي باليوم 10 يعني بالقاري 10 كيلو خففت الاكل نهائيا فنزل وزني 13 كيلو ما شاء الله بس واقف ما في خلاص والعافيه ان شاء الله. احنا يعني كونك اعلامي واعلامي قدير ونتشرف فيك بوجودك اليوم ويانا نبي كلمه ناخذها منك او انتقاد. احنا ترى موسعين صدورنا ونتقبل النقد على تلفزيون الكويت على هذا الجهود دام تكلمنا احنا في هذا المكان. احنا ما نقدر نتكلم يمكن على هالشيء. نبي انت نظرتك بشكل محايد لرايك في تلفزيون الكويت وفي هذه الانطلاقه يمكن اللي اختلفت في الفتره السابقه. ايش كثر عندي وقت عبد الله؟ عندي دقيقتين. اي لان بعد شوي بنستجيب الشكر منك نفس ما سوي مع ضيوفك يعني بعد ما تشكرنا فخذوا وقتك شوي. تفضل. كلنا نتغنى بان منتخب الكويت في 82 81 عصر ذهبي ونسكت نسكت نقول جاسم يعقوب فيصل الدخيل فتحي كميل وعصر ذهبي صحيح ونسكت وساعات نقول ترى حتى الفن كنا متطورين فيه كان عندنا عبد الحسين وسعد وسعاد ومسرحيات حامي الديار درب الزلق كنا نقول في التلفزيون أخ عندنا أحمد شمس الدين يوسف مصطفى ماجد الشطي أحمد سالم في الإذاعة المفيدي أمين الشراح نوقف نطق بريك بعدين نفتح نقول يا جماعة كنا نبني في كل منطقة مسرح كانت الكويت هذا عصر ذهبي ونطق بريك صحيح. الأصل أن العصر الذهبي ما كان عصر المنتخب ولا عبد الحسين ولا فيصل الدخيل ولا جاسم ولا ماجد الشطي ولا غيره كان المجتمع الكويتي يحيى عصر ذهبي متكامل نعم وأرجع أقولها كان أبوي معاشه 46 دينار أو 47 دينار بس من الفير يطلع يروح الدوام أنا اليوم معاشي 2000 ما لي خلق بصن كان المجتمع ذاك مجتمع رائد مجتمع نهضة فعلشان كذي انهضت كل الأمور حتى الشيخ جابر العلي في وزارة الإعلام ما أسسها الحالة لولا الجهد البشري الموجود صحيح. هذه الحالة غابت من 95 إلى 2015 أعادها سلمان الحمود وأنا أقولها بدون مواربة الرجل اليوم في بيته أعادها وزير الإعلام وحط رجل مثل طارق المزرم قاعد يعيد العصر الذهبي للتلفزيون وهذا شيء جيد اليوم أنا أشوف بدل درب الزلك سيلو هيل ناجح بشكل مو طبيعي صحيح بدل المسابقات نبيك تفوز طارق العلي اليوم مسيطر في الإعلام الكويت يتكلم يتكلم عن هذا البرنامج هذا اللي قبل كان في يوم البحار أول نشوفه اليوم في مول الحمرة متطور بس قاعد يجيب الناس اليوم حتى الرياضة ما يخالف غايبة بس بدأت ترجع اليوم خلنا نطلع أنا معاكم كم جسر مبنى كم مستشفى هذا مجمع الأوبرا هذا مجمع نناه في باريس حنا إذن بدأنا نعود إلى العهد الذهبي نعم. انتقادنا لذاتنا أول لأن إحنا مقصرين اليوم إحنا قاعد نرد علشان سدي تلفزيون الكويت صرنا نمر فيه لو جايني قبل 5 سنين ما أطلع ما أطلع لأن الوطن أقوى لأن الرأي أقوى اليوم تلفزيون الكويت وأنا أقول لكم إياها على الهواء من خلال مؤسسة دبي للإعلام التي ترأسها الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد وبعلاقة شخصية تلفزيون الكويت حقق في الريت العام في الدراسة لأول 21 يوم من رمضان 58 نقطة ما شاء الله ما شاء الله متفوق على مجموعة أبوظبي ولاحق الام بي سي وهذا شيء جيد الحمد لله فانتقدكم انت وانتم فيكم وايد اخطاء يعني مستقبلك ابى اقول لكم اياها ضروري تفضل تلفزيون الكويت انتهج نهج غريب من ينجح احد ببرنامج بعد 6 أشهر يبدلونه يقول لهم ليش يقول لك عبد الله ولو نجحوا وين يبغى غيرهم نفس التجربه انا اتمنى انكم تتمون في هذا الموقع ل 20 سنه قادمه من رمضان نبي البصمه القديمه يعني فهذا نقد لوزارتكم ولكم ان شاء الله كل الشكر لك سعيدين جدا بالحوار واكيد ودنا نسولف معك للصبح الحوار معك جدا ممتع بروحك الحلوه امتعتنا اليوم في غبقه الحمراء نبيك تشكرنا على الاستضافه بعد لازم انا اشكركم شكر جزيل طبعا الله يسلمك واشكر تلفزيون بلدي هذا يعني اللي حقق لي المكانه سواء انا كنت فيه او مو فيه الله يسلمك شعور جميل أوعدكم مبارك مقدم تحياتي لوالدتك ووالدك وايد كل الشكر وتحياتي لك يعني وأتمنى أني أشوفك بعد أقوى إن شاء الله شكرا لك شكرا لك شرفنا بوجودك معنا سلم عمرك ننتقل الحين إلى عبد الله عندنا كل يوم يال إن شاء الله بعد الفاصل